للوقوف عند التهديدات الإيرانية للمنطقة وتحذيرات من هجمات جديدة ضد السعودية والعراق وأيضا ضد المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية محمود إبراهيم. أستاذ محمود، مرحبا بكم. إيران قادرة بالفعل حاليا على القيام بهجمات ضد السعودية والعراق وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة، ما مدى جدية هذه التهديدات أستاذ محمود؟ مرحبا بكم وبقناة الرافدين وبمتابعيكم. مرحبا بك. إجابة بشكل مباشر على سؤالك، أنت تتحدث عندما تسأل عن دولة قادرة على فتح عدة جبهات عن دولة عظمى. نعم. والنظام الإيراني هو دولة استشرت بالدم والقتل والإرهاب وتهديد المصالح عن طريق الأذرع الدموية التي لا ترعى لا قانون دولي ولا دستور إنساني ولا حتى قوانين داخلية في الدول. إذن بشكل عام إيران لا تستطيع مهاجمة الدول بشكل مباشر وتهديد مصالحها، وهي قد ذاقت وتجرأت في منطقة الشرق الأوسط تبعات هكذا إجراءات في حرب الثمان سنوات مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي. ولكن الآن نعم، هي تخطط وتنفذ عمليات إجرامية مسمومة، ابتداء من ترويج المخدرات والكبتاغون والحبوب المهلوسة في منطقة الشرق الأوسط، وصولا إلى تحريك أذرع إجرامية تنفذ عمليات دقيقة وجراحية داخل مناطق محددة، كما نفذ التنظيم الحوثي العمليات ضد أرامكو، وكما تنفذ أذرعها الطائفية جرائمها في سوريا، وكما تنفذ ذات الأذرع الطائفية الجرائم ضد أهلنا في العراق في مناطق الغرب ومناطق السنة، وآسف لأي تعبير طائفي ولكن محتاج أن أسمي الأسماء بمسمياتها. طيب أستاذ محمود، إذا كانت إيران لا تستطيع أن تشن هجمات على المصالح الأمريكية والسعودية ومصالح في الشرق الأوسط، ربما تهاجم المصالح عبر أذرعها الموجودة في المنطقة، هل هذا وارد؟ نعم، هذا هو ما قلته بالضبط. نعم. إيران تخطط الآن وتنفذ وتقوم بشكل فعلي بمهاجمة المصالح الأمريكية وحتى المصالح العربية عن طريق هذه الأذرع التي أعيد وأكرر أنها لا تراعي القوانين الدولية، وردود الفعل الدولية عليها لا تكون موجهة بشكل مباشر إلى النظام الإيراني أو بين قوسين إلى الدولة الإيرانية. لذلك هي تستخدم هذه الأذرع كدريئة لتنفيذ عملياتها ولتقليل الضرر على جسم النظام الإيراني أو ما يسمى أيضا مرة أخرى بين قوسين الدولة الإيرانية. أستاذ محمود، تعتقد أن هذه التهديدات جاءت بسبب أن التظاهرات في إيران أربكت النظام، تعتقد ذلك؟ النظام الإيراني مربك منذ فترة طويلة وليس حديثا. نعم. منذ أن تشظى في المنطقة نرى عدم استجابة دائمة للميليشيات التي تابعة أو التي تدفع له القرار المركزي الذي يصدر سواء من مكتب المرشد أو حتى من مرجعياتكم، وهذا ظهر بشكل واضح في الفوضى التي ظهرت في العراق والاقتتال على السلطة التي ظهر بين التيارات، منها ما يعرف بجيش المهدي وسرايا السلام أو التيار التابع لي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، وأيضا هذا يحدث في اليمن ويحدث أيضا في لبنان التي يحاول من خلالها حزب الله الانعزال بقراره تماما عن كرسي المرشد في التحضير لأي حالة وفاة قد تعلن للمرشد. ولكن التظاهرات الإيرانية تحديدا لم تزد في إرباك النظام الإيراني بمقدار ما زادت تشظي هذا النظام. النظام الآن داخل العاصمة وفي نطاق الوسط الإيراني لا يزال متماسك ويتمتع بقرار صلب، وهذه حقيقة لا أتمنى أن يتجاوز الإعلام، ولكن هذا النظام أيضا يعاني من تهديد حقيقي وتهديد وجودي لتماسكه في منطقتين رئيسيتين. نعم. في شمال غرب إيران وفي جنوب شرقها. هذه المناطق إذا وصل الحد فيها إلى إعلان انتفاضة، وهو لم يصل إلى هذا الحد إلى الآن، إذا وصل الحد إلى إعلان انتفاضة فإن إيران في مأزق، والنظام الإيراني نفسه سيعاني مأزق كبير جدا، ليس على وجوده ولكن على استقرار هيكلية هذا النظام ومشروع تصدير الانقلاب الذي أعلنه خميني ثمانينيات القرن الماضي عندما تسلم السلطة في إيران. أستاذ محمود، موضوع إرسال واشنطن قاذفتين من طراز B-52 إلى منطقة الشرق الأوسط، هل هو إجراء كاف لردع إيران عن تهديداتها؟ إرسال واشنطن القاذفات هو ذر للرماد في العيون ومحاولة بائسة لطمأنة بعض الحلفاء العرب أو الحلفاء السابقين العرب لواشنطن داخل منطقة الخليج العربي. إيران لا تردع بالأسلحة الثقيلة والكبرى، إيران تردع من خلال قطع المساعدات الأمريكية التي تقدم لها علانية وسرة، من خلال توجيه تحذير واضح للدول الإقليمية التي تدعم إيران، من خلال قطع أذرع إيران التي تتمدد بالمنطقة وتعبث بها صباحا مساء على عيون العالم دون أن يستطيع أحد ردها أو دون أن يريد أحد ردعها وردها. هذه القاذفات تنفذ مناورات بائسة لا تأتي بنتيجة على الأرض. الخطر الإيراني لا يواجه عسكريا بقوة مفتوحة،
بل يواجه بقرار إقليمي ودولي لتطوير عمليات نوعية تستهدف مراكز القوة والقرار لهذه الميليشيات التي تهدد استقرار ليس العرب السنة فقط، بل تهدد الاستقرار الإنساني في منطقة الشرق الأوسط. أستاذ محمود، مراقبون يقولون أن الولايات المتحدة أخطأت بالسماح للميليشيات الموالية لإيران في السلطة في العراق، وأيضا النفوذ على يعني في وضح النهار في سوريا ولبنان واليمن، ولكن أود سؤالكم، هذا التقادم إلى أي مدى تتحمله الولايات المتحدة؟ هل هي قادرة على الحد من تبعات ذلك؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخادم مع إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إيران. كلنا يذكر تماما إيران جيت أو إيران كونترا، العمليات التزويد المبرمجة بالسلاح الأمريكي والإسرائيلي لإيران في حربها ضد العراق وضد العرب في ثمانينات القرن الماضي. الكل يعرف تماما مدى الجريمة الأمريكية في تسليم الدولة العراقية للميليشيات الإيرانية. الجميع يدرك تماما أن أمريكا لم تخطئ في العراق بل أجرمت، وهذه أيضا أمريكا تعلم تماما ماذا تفعل فيها. أمن إسرائيل واستقرار إسرائيل لا يمكن أن يتم إلا عندما تكون إيران قوية. لهذا كان من الضروري تحطيم البوابات العربية سواء في العراق عندما أزيلت الدولة العراقية بغض النظر عن نوع النظام الذي كان يحكمها سواء اتفقنا أو اختلفنا معه، وأيضا تحطيم الوجود العربي العريق في سوريا من أجل تمكين النفوذ الإيراني من أن يكون وريثا شرعيا لأنظمة ما كان يعرف بالممانعة العربية التي انهارت في أيضا فيما كان يعرف بموجة الربيع العربي. نحن أمام خطر وجودي حقيقي تمثله التشكيلات الإيرانية وفكرة تصدير الانقلاب التي أتى بها خميني. طيب، أمريكا تدعم تماما هذه الفكرة وتقف وراءها، وكل ما نراه ليس أكثر من شعوذة تمارسها السياسة الأمريكية لذر الرماد في العيون. لو ناقشنا علاقة إيران بالدول الاتحاد الأوروبي، كما تعرفون يعني إيران دخلت على خط الحرب الروسية ودعمها لموسكو بالمسيرات، إلى أي مدى سيخسرها الدعم الأوروبي لا سيما في الملف النووي؟ أيضا هناك كارثة أخرى، هي أن إيران فعلا وصلت، هناك تقارير دولية تتحدث على أن إيران إذا اتخذت قرار بتصنيع السلاح النووي ستكون خلال فترة من 15 يوم إلى شهر قادرة على إنتاج السلاح النووي بالتقنيات الموجودة عندها. الاتحاد الأوروبي ساهم بإيصال إيران إلى هذه النقطة، والآن ما يحدث في أوكرانيا ليس إلا توافقات بينها وبين روسيا من أجل أن تحقق مصالح أكبر في الشرق الأوسط بمعية الروس الذين أيضا يدعمون هذا الوجود الإيراني في الشرق الأوسط. أما من الناحية الأوروبية فالأوروبيين غير قادرين حقيقة الآن على مواجهة كل هذا الشر والمكر الذي تشكله السلطة الإيرانية بدعم من روسيا، لأن أيضا الأوروبيين الآن منقسمين على أنفسهم مفككين وهم في أسوأ حالاتهم منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية محمود إبراهيم، شكرا جزيلا لكم.